الماتش كان ايقاع بطيء هو اللي خلانا نشوفوا شي حماس في المقهى، لان الايقاع كان هابط، نسق هابط، واللاعبين بدون تجربه في الميادين الافريقيه باستثناء سيس باستثناء سيس اللي كان لعب الدوره السابقه، ونشكر بوفال قدموا مباراه جميله، سيروا الايقاع وعرفوا كيفاش يربحوا ومبروك علينا. مقابلة كان ملغومة، مباراة ملغومة وطاكتيكية، صعيب باش تخرج بالرباح، والحمد لله المدرب كانت التجربة ديالو دوز في افريقيا ولا راكم مع المنتخب الجزائري خولات لي باش يخلي يربح واحد المباراة. الله نمشيو بعيد في هذه المسابقة، كاين لاعبين شباب ويقولوا الكلمة ديالهم إن شاء الله. مقابلة من أحسن المقابلات اللي شحال هذه ما بقيناش شفناهم، بارك الله الدراري عندهم ما يقولوا، لياقة البدنية، لاعبين النفس، يعني منتخب مستوى عالي فهاد السنه ان شاء الله نقدروا نقولوا غادي نجيبوا الكاس ان شاء الله باذن الله. المغرب كنت متوقع الاخر كشتي تقريبا غادي واحد 3-0 زعما اول مره، بينما وغانا عندهم اللياقه البدنيه والفرقيين يعني، ولكن الدراري عندنا قويين عليهم صراحه. انا الانسان يقول يعني ماتش يعني مستوى افرح لهم بزاف، واخا عندنا اللعابه يعني ناقصين اللعابه اللي مصابين بهاد كورونا تبارك الله، هاد الاخرين راه بلاصهم، راه ما كاينش شي فرق بينهم بحال بحال، ما كاينش فرق. يعني نقدروا نقولوا هاد السنه راه عندنا فريق باش غادي نقدروا نوصلوا بعيد ان شاء الله، والله يوفقهم. هذا هو في الصراحه المقابله كانت شيقه، كان الحمد لله الميطه الاولى كانوا اللعابه شويه ناقصه اللياقه البدنيه، ولكن الحمد لله في الميطه الثانيه الحمد لله دخلوا بلياقه بدنيه عاليه اللي حاولوا يهجموا فيها اكثر ما يدافعوا، والحمد لله تنشكرهم على هاد النتيجه اللي كان يمكن نربحوا بكثر من هاد النتيجه، ربحوا حتى بثلاثه وحتى اربعه، والحمد لله اللعابه اللي ما عندهمش تجربه كافيه، والحمد لله راه تشوف الاصابات ديال اللاعبين بكورونا فيروس. السلام عليكم. اليوم كما شفتوا مقابله شويه ماشي ذاك المنتخب اللي كنا باغيين، شي منتخب يكون ينافس على الالقاب بحال شحال ديال خيبه الامال اللي كتوقع علينا شحال من عام هذه، وديما كيقول لك وخا نتمنوا من الله الصحافه ما بقاوش يهضروا بزاف، وتا المغنيين ما يدخلوش روحهم في الرياضه، حنايا ان شاء الله كنتمناو باش نمشيو ابعد نقطه في هاد لاكوب، ونقدروا ان شاء الله نديو علاش لماذا لا، وان شاء الله باذن الله راه كل شيء على ما يرام، نبقاو غاديين بحال هكذا وبالنفس والعزيمه ديال الدراري ان شاء الله غادي يكون خير. والحمد لله الدراري اليوم واخا الدراري اللي كاينين الحمد لله داروا واحد المجهود، واخا كنعرفوا الدراري كلهم جداد ماشي عندهم مع المغرب شحال هذه، ولكن الحمد لله ان شاء الله باذن الله غنتمنوا من الله خير، وعندنا الثقه الكامله في هذه اللعابه اللي غادي ان شاء الله يمشوا ابعد نقطه باذن الله. باش نقول لك واحد شويه في ربع ساعه الاولى كانت المقابله محركه وكنا نقدروا نسجلوا، حيت غانا ماشي غانا اللي كانت شحال هذه، شحال ديال اللعابه اللي اعتزلوا، اللعابه اللي كبروا بزاف، وحنا عندنا اللعابه اللي صغار وباقي ان شاء الله عندهم ما يعطيو ان شاء الله، ونتمنوا من الله خير اللي يبقاو غاديين في هذا المسار الصحيح، وان شاء الله راه ما يكون غير الخير ان شاء الله، ربي ما يخيبناش ان شاء الله، راه غادي ضروري غندو لاكوم ان شاء الله. خاصهم غير في الهجوم، خاصهم شي افا سونتر، وبالنسبه لحكيمي خاصو يلعب السبعه، خاصو ما نلعبوش طروا، حكيمي خاصو ما يلعبش، خاصو يلعب السبعه ان شاء الله، حيت حكيمي كيعاوننا في الهجوم بزاف، وهذاك الدري ما غاديش نبقاو نلومو بزاف حيت كيطلع وكيهبط راه بزاف عليه، وبالنسبة لبونو كنحييه تبارك الله عليه.